الصعوبات اللي واجهتها بداية هي مرض والدتي التي يعني رحمها الله بالعام 2006. شوية كانت عقبة كبيرة يعني ثنتني عن استكمال مسيرتي الأكاديمية. توفت الله يرحمها في عام 2009. بعدها استرجعت يعني قواي وكملت المسيرة وحصلت على الألقاب الأكاديمية مدرس سنة 2010 وأستاذ مساعد سنة 2014. لكن تدري انه يعني دائما تواجهنا عقبات ومستمره. توفى والدي من وراء جائحه كورونا بال 2021. يعني وللاسف كنت انا اللي جبت الاصابه للبيت من خلال احتكاكي وتماسي بالمرضى بمستشفى الكليه. تحملت اذيه شويه كبيره لانه حسيت اني المذنبه بمرض والدي. لكن الحمد لله هي اقدار وبالنهايه هي يعني مكتوبه من رب العالمين الحمد لله وشكرا على كل حال. ما انثنيت عن مسيرتي الأكاديمية، استمريت. واللي فرحني أنه حصلت بنفس السنة 2021 على لقب الموظف المثالي في كلية طب الأسنان جامعة بغداد. فرحي ما كان باللقب قد ما كان فرحي أنه هو رد جميل لوالدي اللي تعب وياي ووصلني للي أنا بيه حاليا. والحمد لله والشكر مسيرة يعني مستمرة، وإن شاء الله يا رب أحصل على لقب الأستاذية عما قريب. ومستمرين إن شاء الله في كل الأعمال والمشاريع الخيرية في خدمة المجتمع والناس والأطفال بالذات.